فنون الرد. حج سليمان ابن عبد الملك فرأى وهو يطوف سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، وبيده نعال، وثوبه قيمتها 3 دراهم. فقال له سليمان ابن عبد الملك: ألك حاجة؟ فقال: أما تستحي ونحن في بيت من بيوت الله أن أسأل غيره؟ فاستحى سليمان عبد الملك. ثم عندما خرجوا قال له سليمان: ألك حاجة؟ قال: من حوائج الدنيا أم الآخرة؟ قال: بل الدنيا، الآخرة بيد الله. قال: لم أطلبها، أي أمور الدنيا، من الذي يملكها، فهل أطلبها ممن لا يملكها؟